في التشيك، جمهورية التشيك. جمهورية التشيك فريق للهوكي فاز في مباراة عادي، ده التشيك، احنا مالنا ومال التشيك. والفرقة دي اسمها فريق تشانس ليجا. هنشوف كانوا بيغنوا وفرحانين وبيحتفلوا على ايه. هي ده التكة اللي خلت الفيديو ده يتشاف ملايين المرات حتى الآن. الصوت هذا اللحن المصري والأغنية المصرية لحنها الملحن الراحل العظيم حسن أبو السعود كانت من عشرات السنين. لكن الفن، الفن اللغة التي يفهمها العالم. يجي اليوم حسن أبو السعود لو قلت له هو بيعملها الله يرحمه، ده في هيجي فريق بيلعب هوكي في تشيك هيحتفل على أغنيتك ولحنك؟ لا يمكن يصدق، مستحيل يصدق. من أبسط الأشياء، من لحن وأغنية إلى مسلسل إلى فيلم، هذه قوة مصر.